حسابكم الله. يقول: هل صحيح يا فضيلة الشيخ أن الآية الواردة في سورة مريم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، هل صحيح أنها تفيد بأن كل إنسان سوف يدخل النار ثم بعد ذلك يخرج الله منها الذين اتقوا؟ وهل الظالمون الذين سوف يذرهم الله في النار في هذه الآية بالذات هم الكفار أم العصاة من المؤمنين؟ أرجو أن تبين ذلك بما أمكن من تفصيل، جزاكم الله خيرا. المراد بالورود في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها ليس دخول النار، وإنما المراد به المرور على الصراط، وهو الجسر المنصوب على متن جهنم، وهذا كل يمر عليها المؤمن والكافر والمنافق، وتجري الأعمال بالناس من فوق هذا الصراط، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. هذا هو المرور المذكور في قوله تعالى وإن منكم، هذا هو الورود المذكور في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قوله ونذر الظالمين فيها جثيا قد يدخل فيها أصحاب الكبائر الذين يدخلون النار لكنهم لا يخلدون فيها. نعم.